قبل مشاهدتكم الفيديو لا تنسوا أن تدعمونا بسبسكرايب تفعيل الجرس وكذلك لايك كومنت شير. شكرا لكم. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. اليوم 20 على خط الحبيب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الوادي هذا اللي كنتواجدوا فيه وادي الدوارة اللي كيتواجد في أبيار الماشي. وهنا وقعت واقعة تسمى بواقعة الجتزاتة أو الجتثاثة على ما أظن. هنا والله أعلم يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام الركب النبوي أنه تغدى على شاة هنا كانت مذبوحة قبل يومين أو ثلاث أيام، والله أعلم. هذه هي قصة هذا المكان، واعذرونا إذا أخطأنا، إحنا فقط نأخذ معلومات من كتب السيرة النبوية ونجمع معلومات ونحاول قدر المستطاع أن نجيب لكم معلومة ونوصلها لكم من خلال اليوتيوب قناة تاعي. فاعذرونا إذا أخطأنا، وإذا أخطأنا أصلحوا لنا. وشكرا لكم أصدقائي الأعزاء. إحنا الآن اليوم ما صابح، المعدة عندي مريضة شوية فاعذروني. والآن إحنا قريبين على أبواب المدينة المنورة، والمفروض أننا اليوم نوصلوا للمدينة، لكن قررنا أننا نوقفوا في الأبواب تاعها. علاش؟ باش تبقى لنا إمكانية نصوره بنهار، يعني ندخلوا غدا التلاتاء إن شاء الله. أصدقائي الأعزاء نكملوا الرحلة. أصدقائي الأعزاء، اليوم بغيت نعطيكم معلومة حول المدينة المنورة. المدينة المنورة سبحان الله محصنة جدا، يعني طبيعية، حواليها كلها جبال وحرات، ومن أكبر الحرات في العالم موجودة هنا. أعطيكم خير دليل. شوفوا الآن أين أنا أقف. هذا النوع من الحجارة وهذا النوع من الطريق صعب جدا للمشي، وحتى للحيوانات، حتى للجمال مثلا أو الحمير أو حتى للناس، يعني حتى المشي صعب جدا هنا، تمشي هنا في هذا الطريق. فكانت تعيق العدو، وكانت هي السد المنيع ضد العدو، يعني كان العدو صعب أنه يدخل إلى المدينة المنورة بسبب طبيعتها الصعبة جدا. فكما ترون احنا الآن على مشارف المدينة المنورة، تقريبا 5 كيلو نوصل للمدينة المنورة، وكل الطرق المؤدية إلى المدينة عبارة عن حرات صعبة للمشي كما ترون الآن. وهذا الزمن الآن تغيرت الأمور، صار آلات ومعدات كثيرة لفتح الطرق، ومن بين هذا الطريق هذا اللي سهل أمورنا. والحمد لله أمورنا ماشية على خير بثبات نحو الهدف. يلا خليكم. أصدقائي الأعزاء، اليوم كنعملوا تسخينات. اليوم احنا على مشارف المدينة المنورة، فكنحاولوا نطلعوا هذا البركان هذا من براكين الخامدة، تقريبا جنوب المدينة المنورة وجنوب جبل عير اللي في خلفنا الآن. هذا جبل عير معروف اللي كتشوفوه في الخلف. والآن طالعين، هنا يوجد 4 براكين 4 فوهات جميلة جدا. إن شاء الله بعد ربع ساعة نوصلوا للقمة ونوريكم المنظر كيف داير. يلا ياس يوهو كمان. هذه من الفوهات البراكين الخامدة اللي قلت لكم كتواجد جنوب المدينة المنورة. المنظر رائع، جميل جدا هنا. أوه.
اخيرا وليس اخرا اننا الان كنتجولوا في ازقه المدينه المنوره متجهين الى قباء المكان اللي جلس فيه الرسول عليه الصلاه والسلام وصار مسجد وهناك استقبل عند عمرو بن عوف اللي استقبلوا هناك في ذاك المكان والان صار مسجد هو اول مسجد في الاسلام مسجد قباء امطار قليله ونصل اليه ان شاء الله هذه كما ترون من البيوت القديمه في المدينه المنوره مبنيه بالطوب كما ترون هروب حارات وشوارع المدينه هذه المزارع قريبة من مسجد قباء أشجار النخيل كما ترون يقال حتى أن لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل بين المزارع لين ما وصل إلى دار عمرو بن عوف والحمد لله حتى احنا وجدنا بعض المزارع هنا لسه موجودة وعلى أمطار قليلة من المسجد مسجد قباء من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا جئت شرفت المدينة الله تعبت طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا وصلنا الى مسجد قباء من بعد 21 يوم من المعاناة 21 يوم على الطريق كل يوم كنا كنقطعوه ما بين معدل تقريبا 25 كيلومتر معاناة حر جوع ورغم ذلك ما استسلمناش مشينا على خطى الرسول عليه الصلاة والسلام لين ما وصلنا للهدف تاعنا هو مسجد قباء المدينة المنورة هذا المكان هذا اللي قلنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام جلس فيه عند عمرو ابن عوف جلس فيه يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة غادر الى الوسط المدينة المنورة الحمد لله احساس جميل جدا خصوصا لما تكون الرحلة باقي كاع ما بديتيها تكون لسه كتفكر فيها وكيفاش غادي تبدا الرحلة وفي اللحظة اللي توصل يعني توصل إلى آخر نقطة اللي هو مسجد قباء فهذا إنجاز لنا بالنسبة لنا سواء أنا وجبريل أو محمد وكنشكروا الله عز وجل وكنشكروا كاع الناس اللي ساعدونا يس أصدقائي الأعزاء اليوم غنعرفكم على واحد الشخصية اللي اكثر مشى معنا مسافه طويله في الرحله منذ اول بدينا لين ما وصلنا الى مسجد قباء يلا نخليكم تعرفوا عليه شو الاسم كريم حاتم الموالحي حاتم الموالحي هذا هو اللي طبخ لنا السمك يعني احسن طباخ في الرحله تاعنا شو احساسك وانت ماشي معنا احساس جدا جميل شكلك تعبان على مدى الحذاء غلبك اخويا احنا اهله الحذاء غلبك شويه لا يعني اكيد يعني لانه لبس حذاء جديد وزي حتى انا تانا راه لابس حذاء جديد اليوم عامل لي مشكله في رجلي يعني في كل خطوه الم ياه كل خطوه تتالم يا مولحي قلت في كل خطوه تتالم والله بتالم جامد والله. عذاب يا والله الله يصبرنا يا لا لا ما شاء الله ما شاء الله كل طيبة لا ما شكرا حبيبي الحمد لله
هذا الاب جبريل ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله No, you can't. I don't have power to get. شكراً شكراً يلا نرتاح واحد شوية جبريل من بعد من الرسول عليه الصلاة والسلام جلس ما يقال 4 أو 5 أيام المهم جلس بعدها أيام هنا لكي يصلح بين قبائل الأوس والخزرج وبنى أول مسجد في التاريخ اللي اسمه مسجد قباء وبعد ذلك راح إلى المدينة المنورة إلى وسط المدينة والآن إحنا رايحين إلى الحرم يلا نمشيو يلا تمام هذا إحنا الآن خرجنا من ديار بنو عمرو بن عوف طبعا هم من الأوس من الأنصار والآن تقريبا 300-400 متر وندخل على ديار بنو سالم بن عوف وهذول من الخزرج من الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة يوم الجمعة صباح الجمعة وصل عند هذا المكان عند هذا الوادي تمام وأدركت صلاة الجمعة طبعا كانت القبائل أنه تمسك بزمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش يعني يريد أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل لهذا المكان عند ديار بنو سالم بن عوف يعني جاء أدركت صلاة الجمعة فصلى أول جمعة في المدينة المنورة في هذا المكان هذا هو المسجد شوفوا تسير المسجد هذا هو هنا هذا المكان صلى فيه طبعا ما كان مصلى أو ما كان مسجد لكن هو صلى فيه متى بني ومتى صار مسجد بعد تقريبا 90 سنة في عهد كان والي المدينة عمر بن عبد العزيز كان أي مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أي مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنى فيه له مسجد فمن الأماكن اللي بنى فيها مسجد هذا هو المكان اللي هو مكان اللي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد الجمعة صلاة الجمعة أول جمعة صلاة في المدينة وبنى المسجد وسمي مسجد الجمعة تخليدا لذكرى أول جمعة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في هذا المكان الله يحييك الله يعطيك العافية إن شاء الله الحمد لله على السلامة الطريق من هنا طبعا هو الطريق لمسجد قباء أو الطريق النبوي من مسجد من المسجد النبوي لمسجد قباء برضه يمر على المصلى مكان المصلى طبعا هذا المصلى او مسجد الغمامه هذا كان هو مصلى العيد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك مسجد النبوي فهذه تعتبر المنطقه اللي هي فضاء تعتبر فضاء عشان صلاه الاعياد يصلى يعني النساء والاطفال فكانت هذه تعتبر منطقه الفضاء اللي يصلوا فيها صلاه العيدين صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني في اكثر من مكان في هنا الأماكن مسجد أبو بكر ومسجد عمر ومسجد علي رضي الله عنهم وبرضو مسجد المصلى فهذه هذه منطقة المصليات مصليات الأعياد وبرضو هي تعتبر على الطريق لقباء وللمسجد النبوي والحمد لله على السلامة وصلت الله يسلمك الآن يلا أصدقائي الأعزاء كثرت عليكم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم 21 يوم وانا باقي نقول لكم كل يوم كل يوم يعني عيتوا مني وتفشوا مني كثير اليوم وصلنا للهدف تاعنا وصلنا للمدينه المنوره وصلنا لمسجد قباء اللي بناه الرسول عليه الصلاه والسلام وكان اول مسجد في تاريخ الاسلام وصلنا الحرم النبوي والان احنا قريبين يعني احنا وسط الحرم الان واحساس سعاده لا يوصف ما شاء الله 21 يوم تاع معاناة 21 يوم تاع الزرود والحايم والدباح
21 يوم تاع الرز 21 يوم تاع الاكل. والله كل يوم الحمد لله كانت امورنا زوينه مزيانه هنا في السعوديه، وخصوصا مع الشعب السعودي والبدو، خاصه اهل القرى اللي كنا كنمروا عليهم. صراحه كنشكرهم من هذا المنبر هذا، وكنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. الحمد لله اليوم الرحله انتهت هنا، ولكن غتبدا رحله اخرى ان شاء الله غادي نعلن عليها قريبا ان شاء الله. خليكم معنا، يلا غلام ياسين، وغادي ترتاحوا مني، ما غاديش نبقى كل يوم ننزل لكم فيديو فيديو كل يوم كل يوم كل يوم. الان غادي نرتاح واحد شويه، ومن بعد غننزل لكم فيديو اللي غيكون فيه جميع التفاصيل تاع هذه الرحله. اصدقائي السلام عليكم، باي باي. Ooh.